في هذا الفيديو راح تعرف ليش الناس كلهم فرحوا لما انفيديا فتحت مصدر تعريفات كروت الشاشة حقتها. فخليك معايا. السلام عليكم، معكم اخوكم احمد البلوشي، واذا عجبك المحتوى اللي انا اسويه وتحب تتابعني في اماكن غير اليوتيوب، هذه حساباتي هنا، معليش هنا زي ما شايفين التويتر حقي واللينكدين وكل الحسابات حقتي موجودة هنا اذا انت حاب تتابعني. وخلونا نبدأ بالفيديو. واذا انت تتابع الهاردوير وكروت الشاشة، اسم نفيديا ما يخفى عليك على قولهم. هي شركة تنزل كروت شاشة جدا قوية. وكروت الشاشة للناس اللي ما يعرفوا ايش هو كرت الشاشة، عملت عنه فيديو، ولكن اختصارا هو الشيء اللي شغل الالعاب على الاجهزة الكمبيوتر، سواء بلايستيشن، كمبيوتر، اي شيء ثاني، حتى جوالك فيه له كرت شاشة. فلن نجي لعلاقة نفيديا مع لينكس. في البدايات يعني لينكس ونفيديا كانت علاقتهم جدا جيدة، لأنه نفيديا كانت تدعم لينكس يعني تعريفات مفتوحة المصدر، وكانت التعريفات مفتوحة المصدر إلى حد كرة الشاشة 500 و600، وبعدها قفلوا تعريفات كرة الشاشة حقتهم، خلوها مغلقة المصدر. يعني إذا كنت تستخدم كرت شاشة من سلسلة 700 900 والألف، هذه لحد الآن هيكون مغلقة المصدر التعريفات حقتها على لينكس. وهذا الشيء اللي خلى مؤسس لينكس يقول هذا الكلام عن نفيديا لما يعني احد سأله عن علاقتهم مع نفيديا. I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that Nvidia has been one of the worst trouble spot we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because Nvidia tries to sell chips, a lot of chips into the Android market, and Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia, you. واللي ما يعرف يعني نفيديا بشكل يعني دقيق، شركة نفيديا جدا سيئة في التعاملات مع شركات أخرى. وإذا تذكروا في الألفينات كانت أبل يعني تنزل ماك، يعني أجهزة ماك بكروت الشاشة حق نفيديا جوتها، فحصلت مشاكل بين نفيديا وأبل، فشركة أبل أنهت علاقتها مع نفيديا وراحت لـ AMD. وعلى فكرة على ذيك الفترة يعني AMD ما كانت منافسة جدا قوية، ما كانت منافس جدا قوي، ولكن عشان يريحوا راسهم أبل راحوا لـ AMD. فإذا أنتوا تعرفوا شركة أبل، أتوقع إنه كلنا نعرف شركة أبل يعني شركة جدا سيئة، حتى هي كمان في العلاقات، سواء في علاقتها مع سامسونج وكيف يعني مثلا كانت بينهم محاكمات، وإذا ما خاب ظني لحد الآن في محاكمات بينهم. فإذا شركة يعني هي سيئة في العلاقات زي أبل أنهت علاقتها مع شركة نفيديا، هذا يعني يقول يعني إنه شركة نفيديا يعني صعب تشتغل معاه. والآن الشيء اللي صدم الناس يعني في بالذات يعني على المستخدمين لينكس، إنه نفيديا فتحت مصدر تعريفات كروت الشاشة السلسلة 2000 و3000، وهذه يعني شيء جدا صادم، لأنه تقريبا لنا 10 سنين او 15 سنة يعني احنا والمطورين حقين لينكس او اي احد يعني استخدم لينكس واستخدم نفيديا في نفس الوقت، كنا نقول يعني ونعاتب نفيديا انه متى يفتحوا، انه افتحوا مصدر التعريفات حقتكم. وهذا الشيء الان يعني صار حقيقة. واذا انت كنت تتابع اخبار لينكس الاسبوع الماضي، هذا هو كان الخبر الكبير يعني في ساحة لينكس. وعلى فكرة التعريف على لينكس هو عبارة عن موجول يكون داخل النواة حقت لينكس. وشيء اللي نبهوا عليه الناس او المختصين في لينكس، الناس يقولوا يعني هم صح فتحوا المصدر حق التعريف، ولكن او الموجول هذا، ولكن في اشياء حولوها للفورمير. واذا ما تعرف شو الفورمير، هو شيء او يعني عبارة عن كود او برمجة موجودة على الكرت نفسه، يعني اقرب شيء للهاردوير. والفورمير يكون هو اول شيء قبل الاوبريتنج سيستم او التعريف حق نظام التشغيل، وبعدين مثلا برنامج انت تشغله او لعبة او اي شيء يستخدم الكرت الشاشة. فاشياء كثيرة هم يعني كانت في ممكن الناس يقولوا كانت يعني في الموجول هذا او التعريف حق لينكس او يعني تعريف الكرت الشاشة، حولوا اغلب الاشياء للفورمير. والفورمير هو شيء تتحكم فيه نفيديا فقط، يقدروا يفتحوا مصدر للفورمير، ولكن اغلب الشركات ما تسوي ذا الشيء. فالان الناس اللي لاحظوا انه التعريف اللي فتحوا مصدره اغلب الاحيان انه جالس يعني يتعامل مع الاشياء في الفورمير، والاشياء اللي في الفورمير مين مفتوحه المصدر. فهذا الشيء اللي يعني الناس يقولوا يعني هم صح فتحوا المصدر، ولكن ما فتحوا المصدر زي الناس او بشكل صحيح. لانه لما انت تفتح المصدر المفروض يعني كل شيء يكون واضح للناس، وكل شيء يكون يعني يقدر يتعدل عليه. اما لما انت تنقل يعني شيء للفورموير وتقول انا فتحت المصدر،
يعني ما هو شيء كامل أو ما هو شيء يعني صحيح 100%. والآن الناس كلهم يقولوا إن هذه خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وحتى يعني هذا شيء ممكن راح يفيد ناس جدا كثير يعني استخدموا لينكس واستخدموا نفيديا في نفس الوقت. ولكن لحد الآن AMD وتعريفاتها تعتبر الأفضل على لينكس، ولكن في أشياء يعني سلبية يعني أو في مشاكل في تعريفات AMD ويعني كروت شاشة AMD على لينكس، ولكن في نفس الوقت في مشاكل لكروت الشاشة حقت نفيديا وتعريفاتها على لينكس أيضا كمان. فقبل لا يعني مثلا تشتري شيء يعني تشتري كروت شاشة لينكس لازم تعرف إيش المشاكل اللي موجودة على AMD وإيش المشاكل الموجودة على نفيديا، لأنه ما في شيء كامل، في مشاكل هنا وفي مشاكل هنا، فاختار الشيء اللي يعني يريحك انت واللي يعني يناسب يعني طريقة عملك او طريقة استخدامك للكمبيوتر. وصلنا لنهاية الفيديو، فقولوا لي ايش رايكم في شركة AMD وشركة نفيديا يعني مثلا وتعريفاتهم على لينكس. اكتبوا لي يعني تجربتكم يعني مع كرت الشاشة حقكم اللي موجود على لينكس، مثلا انت تستخدم مثلا انتل، حتى لو كنت تستخدم مثلا انتل او AMD او حتى نفيديا. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، واذا تبي تدعم القناة عندي صفحة على الباتريون تقدر تروح تدعمني هناك، الرابط هيكون في الديسكريبشن. كان معكم اخوكم حمد بلوشي، والسلام عليكم.